يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته، ده اللي انا اقدر اقوله. اللي حصل في الجنازة النهاردة واللي حصل مع أسرة وأرملة حلم بكرة. انا زي ما انتوا بتقولوا، انت سمعتي اللي هو مخطوف وتعذب قبل كده؟ قلت لهم يعني اه مخطوف، عشان هو اتصل ببسام قال له الحقني انا مخطوف، الحقني انا مخطوف، ده اللي انا عرفته. واتصلت وعرفت قالوا لي اه كان مخطوف. لما بسام راح له قال له بعدين هقول لك، بسام طبعا غير كلامه. ده موضوع احنا كلنا، مش كلنا، انا ومحمد والناس القريبين من حلمي، من حلمي عارفين هو عمل كده ليه بسام. طب اسرار بقى اللحظات الاخيره اللي حلم بكر والازمات اللي مر بيها وسبب مرضه، هو ال 2 مليون جنيه ولا الناس بتقول لك سبب مرضه تعبه صرف ال 2 مليون جنيه من نور او مدير اعماله؟ هو نور مش مدير اعماله، نور قال له انا همسك لك كل حاجه ومشي فلان ومشي علان، عشان هو كان مخطط لسرقه ال 2 مليون جنيه ينصب عليه فيهم. ولا مدير اعماله حاجه، ده دكتور بيرقص، ده رقاص، يعني هو بيرقص فعلا، يعني بيرقص بالفعل رقاص. او ما ترقص اتضايق دكتور سلام بيرقص، راح اشترى هوا بقى اعلامي نور بتاع ده، وبقى ياخد هند عاكف معاه وحلمي بكر في البرنامج بس، ونصب عليه عيني في الاتنين مليون. اتصل بيا حلمي قال لي هاتيلي الواد ده، سرقني، ضحك عليا، هاتهولي. قلت له مش انا قلت لك ده لا؟ قلت لك 100 مره ده لا؟ قلت لك لا. قال لي معلش غصب، هعمل ايه؟ بس المحامي بتاعي والمحامي بتاع حلمي رفع عليه قضيه وجاب الموظفين اللي هو شاهده. طبعا الحكايه كلها انتوا عارفين، انا ما ركزتش هم مشوا ازاي قانون، يعني اللي هم جابوا الاثنين شهود الموظفين وقال له هعمل لك شهادات ما اعرفش 18% ولا ايه، وهديك مش عارفه ايه اللي حصل يعني، لغايه لما سحب الفلوس. الحاله الصحيه اللي كان بيمر بيها الاستاذ حلمي بكر ولما راح الشرقيه، حضرتك شفت الموضوع ده ازاي من اسره سماح القرشي لما ودوه الشرقيه والازمات اللي مر بيها خلال الفتره دي؟ اولا انا ما اعرفش الست دي اصلا غير من عند حلمي، هو اللي لجأ لي وقال لي دي بتعذبني واخدت بيتي وطردتني من كام سنه، تمام؟ رجع قال لي انا عشان بنتي صابر وقاعد وخلاص. قلت له تمام، طب ايه كده؟ بعد كده رجع لها الايام اللي فاتت بعد طلوع من المستشفى اللي كان من كام شهر، 6 شهور او 7 شهور. طبعا هي حبت اللي هو يرجع لها، يكتب الشقه باسمها ويرجع لها الدنيا دي كلها. فما اعرفش بصراحه يعني، لفت وعملت له اعمال ما اعرفش بصراحه، يعني اللي هو كتب عليها تاني. هل شفت الازمات اللي مر بيها الفتره اللي فاتت مع الاسره والمشاكل اللي حصلت في الشرقيه وكل الكلام ده؟ انا ما كنتش اعرف حاجه اصلا. في مذيعين اتصلوا بيا قالوا لي احنا عايزين نطمن على الاستاذ حلمي، فعلا هو مخطوف في الشرقيه؟ قلت له مخطوف؟ ايه اللي وداه الشرقيه؟ ما قاعد في ميدان لبنان. قال لي لا ده مخطوف وكده، وانت اللي هتعرفي لنا الدنيا فيها ايه. اتصلت بالناس القريبين لي قالوا لي هو فعلا في الشرقيه بس مش مخطوف. قلت طب اتاكدوا. اتصلوا ببسام كان عنده بقاله يومين او ما اعرفش قد ايه، ما هي سايباه بقالها كام شهر وهي قاعده في الشقه هنا في المهندسين وهو قاعد في الشرقيه مع اهلها. من امتى حلمي بيحب الشرقيه ده؟ بيقول كان بيقول لي عليهم البدعه، كان بيقول لي عليهم البدعه يعني. ف سايباه بيتعذب. محمد كبوطه اتصل بيه بسام اللي هو اللي بيكذب، الكذاب بسام الكذاب، مش هقول غير الكذاب. وقال لا قال له استاذ حلمي اتصل بيا وقال له ان هو مخطوف هناك في الشرقيه، هي خطفه وديته هناك عند اهلها، فهو كذاب. اتواصلتي مع الاستاذ حلمي خلال الفتره اللي فاتت؟ كان ايه دور بقى المكالمات؟ عشان نور، عشان اجيب له فلوسه من نور اللي هو سرقها منه، عشان نور، وعشان قال لي انا مستحمل اللي انا قاعد عشان لو طلعت من الشقه مش هدخلها تاني، وعشان بنتي رهاب.